تمام السابعة والنصف أهلا بكم إلى نشرة الأخبار هذه النشرة نستهلها بأبرز العناوين الأردن يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك ويحذر من محاولات تغيير الأمر الواقع مواجهة بين المصلين في الأقصى وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها للمسجد مجلس النواب يرفض قرار مجلس العيان المتعلق بتخصيص كوتا نسائية لمجلس المحافظة ويشرع بمناقشة الانتخاب فرار الحوثيين وقوات صالح من مأرب بعد هجوم واسع شنته القوات اليمنية الشرعية في المحافظة وأزمة ثقة بين شركات التأمين والمؤمن لهم في قطاع أعمال تأمين المركبات إلى التفاصيل. أدانت الحكومة اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك ومحاصرتها المصلين في المصلّى القبلي، وعبّرت الحكومة عن رفض الأردن المطلق لهذه الأعمال، محذرة من استمرار محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تغيير الأمر الواقع هناك خلافاً للقانون الدولي. والإنساني، وطالب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني طلب الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن استفزازاتها واقتحام المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف ووقف الاعتداءات على الأماكن المقدسة وشدد المومني على ان استمرار هذه الاعتداءات وتدنيس المسجد الاقصى من قبل القوات الاسرائيليه والمتطرفين اليهود هما الشراره التي ستؤجج الصراع والتطرف وتبدد الامال في اي تسويه سياسيه. واكد المومني ان الاردن سيستمر بالتصدي لكل المحاولات والاجراءات الاسرائيليه ضد الاماكن الاسلاميه والمسيحيه المقدسه في القدس الشريف. وسيواصل القيام بواجبه تجاه المسجد الاقصى تنفيذا لوصايه جلاله الملك عبد الله الثاني على الاماكن المقدسه في فلسطين المحتله كما جدد المؤمن التاكيد على ضروره الالتزام بنتائج اللقاء الثلاثي الذي عقد العام الماضي بين جلاله الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجيه الامريكي جون كيري ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حيث نصت النتائج على الحفاظ على الوضع القائم في الاماكن المقدسه في القدس الشرقيه وعدم المساس بها باي شكل من الاشكال واحترام الدور الاردني الهاشمي التاريخي في الحفاظ عليها ورعايتها. i don't know من ناحيته نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيه وشؤون المغتربين ناصر جوده اكد امام مجلس الجامعه العربيه اكد موقف الاردن الثابت ازاء الاعتداءات المتكرره على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في القدس الشريف وجوده خلال اجتماعات الدوره العاديه الرابعه والاربعين بعد المئه لوزاره الخارجيه العرب والتي تعقد في القاهره ادان الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في القدس الشريف على صعيد اخر وفيما يتعلق بالأزمة التي مرت بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين نوه جودة بالجهود التي بذلت لدعم الأونروا كي تستمر بالقيام بمهامها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين. وحول الموقف من التطرف والارهاب جدد جودا رفض الاردن لهما مشيرا الى ان الاردن يقف ضد الفكر المتطرف ويتصدى لخطر الارهاب وفي هذا السياق جدد جودا التاكيد على دعم الاردن للاشقاء الليبيين في محاربه الارهاب وشدد على دعم الاردن للحل السياسي المدعوم امميا والذي يمكن ليبيا من دحر الارهاب وفيما يتعلق بالازمه السوريه طالب جودا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الاردن والدول العربيه التي احتضنت اللاجئين السوريين من خلال مسانده هذه والدفع باتجاه الحل السياسي في سوريا وأشار وزير الخارجية إلى أن الموضوعات المدرجة لا تبارح مكانها وتعاود فرض نفسها وعلى رأسها قضية فلسطين التي ستظل الشغلة الشاغلة للأردن أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القدس الشرقية والمقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر وأن الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء الاعتداء عليها جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ردينه الذي أوضح أن الرئيس عباس أجرى اتصالات مكثفة مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية وخاصة مع الجانبين الأردني والمغربي ومنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المسجد الاقصى. من جهتها ادانت وزاره الخارجيه الفلسطينيه بشده قرار الحكومه الاسرائيليه فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف وذلك من الساعه السابعه الى الحادية عشرة صباحا كمرحله اولى. كما ادانت الخارجيه الفلسطينيه الحمله العسكريه المنظمه التي قامت بها اجهزه الاحتلال صبيحه هذا اليوم لتثبيت التقسيم الزماني كامر واقع ودائم. وكان العشرات من عناصر الشرطه وجنود الاحتلال اقتحموا المسجد الاقصى المبارك واخرجوا المصلين والمعتكفين من باحاته بالقوه باستخدام كافه انواع التنكيل والعنف ما اسفر عن اصابه نحو مئة منهم وتلى ذلك اقتحام عشرات المستوطنين باحات الاقصى برفقه وزير الزراعه الاسرائيلي المتطرف اودري ارييل مما ادى الى تفجر الاوضاع ووقوع مواجهات دارت بين المصلين المعتكفين داخل المسجد وقوات الاحتلال. هذا واصيب مصور قناه رؤيا الزميل جهاد المحتسب بعد الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال خلال تغطيته للاقتحام، ما استدعى الى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج. التفاصيل مع نبال هنا المسجد الاقصى المبارك الذي بات مرتعا لجنود الاحتلال والمستوطنين، فقوات الاحتلال أعدت العدة ليوم مشؤوم على الأقصى، وبعد انتهاء صلاة الفجر بدقائق اقتحمت المسجد ثم قطعت الكهرباء عن المصلين المعتكفين في المصلى القبلي، وهاجمت المكان بعد أن حطمت النوافذ الزجاجية لتلقي من خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية. ما أدى إلى اشتعال النيران في سجاد المسجد وإصابة العديد من المصلين في وقت قامت فيه قوات الاحتلال بإخلاء ساحات المسجد جميعها تمهيدا لاقتحامات المستوطنين الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نكسب بالله. أن نحمي المسجد الأقصى المبارك بعد أن حولت قوات الاحتلال القدس القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية ليتسنى لها التفرد بالمصلين في ظل الحصار الذي فرضته على المسجد الأقصى حيث منع جميع المسلمين من دخوله وفقد تمكن كبار السن من الرجال من الدخول اقتحمت مجموعات من الأقصى بقيادة وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرائيل وذلك تلبية لدعوات جماعات الهيكل المزعوم احتفالا بما يسمونه رأس السنة الهجرية صلي ساعتين ونص هنا واقف وحتى فاتت من طفلة طفل صغيرة بهدلوها هنا قتلوها الجنود البوليسية الوحدة الخاصة والبوليسيات كتلوها ورفشوها وفوتوها جوا بازكيم لاني عربي فلسطيني لاني جاي لهنا على الاقصى انا عربي مسلم جاي على الاقصى جاي اتعبد بدين يمنعونا هنا بدنا نصلي هنا المسجد الاقصى للاسلام مش الهن 150 مستوطنا اقتحموا المسجد الاقصى اليوم عبر باب المغاربه فيما اعتدى جنود الاحتلال على حراس الاقصى وطردوهم خارج ساحاته هذا واندلعت مواجهات عنيفه بين قوات الاحتلال والفلسطينيين الممنوعين من الدخول الى الاقصى عقب اعتداء قوات الاحتلال بالقنابل على المتواجدين اثناء ترديدهم التكبيرات ردا على منعهم من الدخول. الله اكبر ولله ولم يوفر جنود الاحتلال مصور رؤيا جهاد المحتسب وغيره من الصحفيين المتواجدين في المكان حيث هاجموهم بالضرب ورش غاز الفلفل سعيا لحجب عين الحقيقه عما يجري بحق اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. من القدس المحتله نبال فرسخ رؤيا نظمت فصائل ومؤسسات العمل الفلسطيني اليوم وقفه احتجاجيه على دوار المناره وسط مدينه رام الله المحتله تنديدا باقتحام الاحتلال ومستوطني المسجد الاقصى المبارك وبمحاولات تقسيمه وعبر المشاركون في الوقفه عن غضبهم الشديد لما حل بالمسجد الاقصى اليوم من اقتحامات من قبل الجنود والمستوطنين الذين عاثوا فيه فسادا ودمارا مطالبين كافه القوى والمؤسسات الرسميه بتحمل مسؤولياتها والوقوف بجديه امام ما يتعرض له المسجد الاقصى بشكل خاص ومدينه القدس بشكل عام من اعمال تهويد وتهجير للسكان رافضين الجرائم التي تتعرض لها المقدسات الاسلاميه والمسيحيه هناك منسق لجنه الفصائل عصام بكر طالب السلطه الفلسطينيه بالدعوه الى اجتماع عاجل للدول العربيه والاسلاميه والخروج بقرارات سريعه لانقاذ الاقصى والقدس من مخططات الاحتلال والمستوطنين اسرائيل تستغل واقع الانقسام تستغل الوضع الاقليمي والدولي كي تفرض وقائع على الارض والرد كما هو في القدس عمليا ان يتصدى شعبنا لهذه الممارسات بكل ما لديه من امكانيات. مطلوب تعزيز الروح الصمود والتصدي التي يواجه بها ابناء شعبنا في القدس الاحتلال من خلال توسيع الحمله الشعبيه في مواجهه هذا الاحتلال وتوحيد الصفوف. اسرائيل مصممه على اكمال المشروع الذي بداته وكرسته في عام 48 وهي تريد الاستيلاء على كل الاراضي الفلسطينيه وتغيير معالم القدس مقهورين مقهورين وحزنانين على الوضع اللي بصير فينا وعلى الاشياء اللي الناس المسالين فينا لا من حكومه ولا من مسلمين ولا عرب يعني الاقصى هذا الاقصى الشريف بصير فيها ليش وما حدا بيسال فيه أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نصور أن الحكومة الأردنية تتابع منذ صباح اليوم ما يجري في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف وفي القدس باهتمام كبير وذلك في رد له على مداخلة النواب التي طالبت بتوضيح موقف الحكومة بهذا الشأن وأشار نصور إلى أن الحكومة أصدرت بيانا أوضحت فيه موقف الأردن حيال ما يجري اليوم وما يجري كل يوم في المسجد الأقصى من جهة أخرى وصل مجلس النواب خلال جلسة مسائية عقدها اليوم واصل مناقشة مشروع قانون للانتخاب لعام 2015 وسط ملاحظات كبيره ابداها عدد من اعضاء المجلس حيال المشروع. وانتقد عدد كبير من النواب خلال مداخلات لهم مشروع القانون المذكور، واعتبروه نسخه مكرره لقانون الصوت الواحد والدوائر الوهميه. اشد هذه الانتقادات وجهها النائب عبد الهادي المجالي الذي اكد ان القانون بصيغته الحاليه لن يحدث اي تطور منشود في الحياه البرلمانيه والسياسيه الاردنيه، مضيفا انه بعيد كل البعد عن قانون عام 89 خلافا لادعاءات الحكومة كما أن فيه شبهة دستورية تتعلق بالقائمة الانتخابية المفتوحة وهو الأمر الذي ذهب إليه كذلك النائب جمال جمو الذي طالب باستفتاء رأي المحكمة الدستورية ببعض بنود المشروع النائب حمدي الحمايدة أشادت بمشروع القانون اعتبرته خطوة إصلاحية وطالبت المجلس بإرفاقه شروحات تبين طريقة تقسيم الدوائر في وقت انقسمت فيه أراء نواب البادية بين المطالبة بفتح الدوائر الانتخابية في مناطقهم ومطالب أخرى بالإبقاء عليها مغلقة منذ الصباح صدر بيان عن الحكومة الأردنية وزارة الخارجية الأردنية

وكان المجلس شرع خلال جلسه صباحيه عقدها اليوم بمناقشه مشروع قانون الانتخاب لسنه 2015 ورفض المجلس قرار مجلس الاعيان المتعلقه بتخصيص ما نسبته 10% للنساء من عدد المقاعد المخصصه لاعضاء مجلس المحافظه المنتخبين يتم ملؤها من المرشحات الحاصلات على اعلى الاصوات في المحافظه من غير الفائزات، وأصرّ المجلس على موقفه السابق بعدم تخصيص كوتا نسائية في مجلس المحافظة في وقت وافق فيه على عدد من التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على قرارات النواب، والمتعلقة ببعض بنود مشروع القانون وكان رئيس لجنه الاقتصاد والاستثمار النيابيه خير ابو صعيليك القى بيانا بدايه الجلسه ثمن فيه باسم اعضاء اللجنه الجهود التي يقوم بها جلاله الملك عبد الله الثاني في دعم الاقتصاد الوطني والدفع باتجاه ازاله العوائق امامه لجذب المستثمرين مشيدا بالزياره الملكيه الى الصين واثارها الايجابيه على الاقتصاد الوطني. من جهته ألقى رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى سعود بيانا باسم اللجنة أشار فيه إلى قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مصاطب العلم في المسجد الأقصى، مطالبا الدول الإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي القيام بواجبهم لإلغاء هذا القرار والدفاع عن المسجد، كما طالب الاتحاد البرلماني العربي بعقد اجتماع طارئ لبحث القرار الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقفه. احبطت اداره مكافحه المخدرات بالتعاون مع نظيرتها في المملكه العربيه السعوديه عملية تهريب كمية من الحبوب المخدرة داخل طرد بريدي يحتوي على لوح جبصين، وألقت القبض على المهربين. وبعد تتبع وأشار المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام إلى أن معلومات وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات حول نية أشخاص تجهيز كمية من المواد المخدرة عن طريق إخفائها بطريقة فنية وإرسالها كطرد بريدي إلى السعودية، حيث بشر بجمع المعلومات حول المشتبه بهم. أتم التعامل مع الأمر بالطرق الاستخباراتية المتبعة لجمع المعلومات وتحديد طريقة التهريب والزمن وبعد تتبع الطرد البريدي وضبطه وتفتيشه عثر على تسعة ألاف حبة مخدرة وتم إرسال كافة المعلومات المتاحة إلى الجانب السعودي كي يتابع العملية ويقبض على مستقبل الطرد هناك وأكد المركز الإعلامي أن التنسيق المشترك بين الجانبين الأردني والسعودي مكنهما من ضبط المتورطين الرئيسيين في القضية حيث تبين تورط ثلاثه اشخاص في الاردن القي القبض على احدهم وما زال البحث جاريا عن الاخرين وهما من جنسيه عربيه كما تمكن الجانب السعودي من جهته من القاء القبض على مستقبل الطرد البريدي حيث ما زالت التحقيقات جاريه في القضيه قال الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين إن الكميات المتوافرة في الأسواق الأردنية من الأضاحي البلدية والمستوردة تفوق احتياجات المملكة حيث بلغت 600 ألف أضحية مرشحة للزيادة في حين يبلغ حجم استهلاك الأردن للأضاحي 400 ألف أضحية الأمر الذي سيساهم في خفض أسعار الأضحيات بشكل جيد من ناحيتهم أكد تجار بيع الماشية أن أسعار الأضحيات لهذا العام شهدت انخفاضا جيدا قبيل عيد الأضحى المبارك الأمر الذي سيساهم في تنشيط حركة البيع مقارنة مع الأعوام الماضية المزيد من التفاصيل في تقرير رعد بن طريف مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك تزداد مخاوف المواطنين من ارتفاع أسعار الأضحيات في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها شريحة واسعة من الأسر الأردنية هذا العام وبحسب المغنيين وتجار الماشية فإن التقديرات تشير إلى انخفاض جيد في أسعار الأضحيات حيث يعزو تجار الأضاحي توقعات من انخفاض الأسعار إلى الكميات الجيدة من الأضاحي المتوفرة في السوق الأردني مقارنة بالأعوام الماضية توقعات البلدي راح فيه نزول كثير الخروف راح ينباع من 220 ل 240 دينار والمستورد الروماني راح ينباع من 130 ل 150 دينار وبما انه كميات التصدير على دول الخليج خفت شوي وراح يكون سعر الخروف البلدي في متناول أيدي وكميات كبيره من الخراف المستورده يعني روماني وسعره وسعر راح يكون من 130 ل 150 140 160 يعني ان شاء الله الكل راح يضحي وتكون الامور ممتازه جدا. اعداد الاضحيات التي فاقت 600 الف اضحيه هذا العام مقارنة بأربع 400 ألف أضحية العام الماضي ستساهم بحسب وزارة الزراعة في خفض أسعار الأضحيات بشكل لافت خاصة إن اقترن ذلك بالسلوك الشرائي للمواطن يتوفر في السوق المحلي أكثر من 600 ألف أضحية بين بلدي ومستورد الأرقام مرشحة للزيادة بحيث أنه تصل إلى 650 ألف أضحية هذه كميات كبيرة المفروض تنعكس إيجابا على الأسعار لأنه احتياجاتنا السوقية حوالي 350 ألف أضحية وزارة الصناعة والتجارة بدورها طلبت من أمانة عمان الكبرى ووزارة البلديات تزويدها بأماكن الحضائر المرخصة لبيع الأضاحي حتى تتم مراقبة عملية البيع والتأكد من أعلان الأسعار في حضائر الأغنام بمكان بارز وذلك منعا لحدوث أي عملية استغلال للمواطنين وزارة الصناعة والتجارة أيضا زيادة في الإجراءات المتخذة لضبط سوق الأضاحي طلبت هذا العام من التجار الإعلان عن أسعار الأضاحي سواء المستوردة أو البلدية ولذلك تم الطلب أيضا من أمانة عمال كمرة ووزارة البلديات تزويد الوزارة بقائمة بأسماء المحلات والحظائر المرخصة لبيع الأضاحي حتى يتم الرقاب عليها قبل وخلال فترة العيد وفي إطار الاستعدادات فقد حددت أمانة عمان الكبرى 12 موقعا ضمن حدود أمانة عمان الكبرى إلى جانب سوق الحلال في منطقة المضونة ومسلخ أمانة عمان في عين غزال كما قالت أمانة عمان الكبرى إنها لن تسمح وتحت طائلة المسؤولية بأي عملية بيع للأضحيات خارج الأماكن المخصصة التي أعلن عنها اذا فان تطمينات المعنيين والتجار وحدها التي ستمنح المواطنين فرصه تعظيم شعائر الله دون ان يتحمل اي عبء مالي كبير قد يستمر اثره لاشهر بعد العيد رعد بن طريف رؤيه اهلا بكم من جديد اوقفت مديريه مياه الشونه الجنوبيه الضخ من محطه الكفرين الى اشعار اخر الى حين الكشف على الاعتداءات التي تتعرض لها المحطه وتستنزف كميات كبيره من المياه وتحرم سكان العديد من المناطق منها واكد مدير مياه الشونه الجنوبيه المهندس سامي غنانيم ان كوادر الصيانه قررت وقف الضخ من محطه الكفرين للمره الثانيه في ضوء ازدياد شكاوى المواطنين من شح المياه وعدم وصولها الى منازلهم خاصه في منطقتي الروضه والكفرين الامر الذي زاد من معاناتهم وحملهم اعباء ماديه اضافيه اثقلت كاهلهم وبين الغنانيم ان الكميات التي يتم ضخها من المصدر الى خزان الروضه تكفي لسد حاجات المواطنين المنزليه لكنها لا تصل بالكميه ذاتها لوجود اعتداءات ما دفع المديريه الى التفتيش والتحري عن مصدر هذه الاعتداءات. تم ايقاف محطه ضخ الكفرين باتجاه الروضه ومنطقة الكفرين نظرا للاعتداءات المتكررة على الخط الناقل قطر ثمانية إنش سوف يتم توقف هذه المحطة إلى إشعار آخر لحين إزالة الاعتداءات المتكررة والتي هي في غاية الخطورة علما بأن هذه المحطة تزود ما يقارب أربعة آلاف مشترك منطقة الروضة والكفرين أخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمّان حريقاً وقع داخل أحد الأسواق التجارية في منطقة المجابلين. ظهر اليوم وأفادت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني أن كوادرها سيطروا على الحريق الذي وقع في مستودع تابع لأحد الأسواق التجارية على مساحة 200 متر مربع من أصل مساحة المستودع الكلية والبالغة ألف متر مربع تقريبا وأضافت إدارة الإعلام والتثقيف في مديرية الدفاع المدني أنه لم تنتج عن الحادث أي إصابات بالأرواح وما زال التحقيق جاريا للوقوف على أسباب الحريق عربيا شنت القوات اليمنية الموالية للشرعية اليوم هجوما واسعا في محافظة مأرب على جيوب ميليشيات الحوثي وقوات صالح ما أدى إلى فرارها وإخلاء مواقعها وفقا لما أفادت به مصادر عسكرية وقالت المصادر إن الجيش اليمني الوطني هاجم وبدعم من غارات التحالف العربي مواقع الميليشيات المتمردة في الجفينة والفاو وزاد الراء شمال غربي مأرب التي تشهد منذ أيام تدفقا للتعزيزات العسكرية وجاء الهجوم عقب عبور آليات محملة بالجنود منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية في اتجاه مأرب المحاذية لمحافظة صنعاء وذلك في إطار التحضيرات المستمرة لشن معركة فاصلة لدحر ميليشيات صالح والحوثي وتزامن الهجوم مع تأكيد الرئاسة اليمنية على عدم المشاركة في أي مفاوضات مع الانقلابيين قبل الاعتراف بالقرار الدولي 2216 الذي يدعم شرعية هادي ويدعو المتمردين إلى تسليم أسلحتهم وكانت القوات الموالية للشرعية وبدعم من التحالف نجحت يوم أمس في تحقيق انتصارات جديدة في محافظة شبوة مضيقة الخناق أكثر فأكثر على المتمردين الذين خسروا مواقعهم في جنوب اليمن تسببت أزمة اللاجئين السوريين بأزمة بين النمسا والمجر، حيث شبه المستشار النمساوي فيرنر فايمان تعامل المجر مع أزمة اللاجئين بعمليات الترحيل التي نفذها النازيون في الحرب العالمية الثانية، فيما هددت المجر بإعادة اللاجئين من حيث أتوا فور انتهاء إغلاق حدودهم. ورفضت بودابست تعليقات فيمن واستدعت السفير النمساوي لديها ووصفت ما قاله فايمان بأنه لا يليق بزعيم أوروبي. التقرير التالي يسلط الضوء على أكبر أزمة من نوعها في هذا العصر. بعدما قاربت السنة الرابعة من عمر الثورة السورية على الانتهاء، وبعد مقتل نحو ربع مليون سوري ونزوح سبعة ملايين شخص ولجوء أكثر من أربعة ملايين، وبعد أن تصدرت صور الأطفال السوريين الغرقى صفحات الصحف الغربية، وتدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الهاربين من جحيم بلادهم إلى الدول الأوروبية بدأ صوت الدول الكبرى يعلو في البحث عن حل سلمي للحرب هناك وزير الخارجية الألماني فرانك فالترشتاين مايارا والذي تحتضن بلاده العدد الأكبر من اللاجئين السوريين أعلن أن هناك تأييدا متزايدا لإنشاء مجموعة اتصال دولية لحل الصراع السوري وجاءت تصريحات الوزير الالماني عقب اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف والفرنسي لوران فابيوس وقال مصدر الماني ان شتاين ماير ونظيره الروسي اتفقا على دعم خطه مبعوث الامم المتحده لسوريا ستيفان ديمستورا لانشاء مجموعه اتصال لسوريا ودعت مسودة أعدها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى التوصل لاتفاق مرحلي بوضع دستور يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، كما تنص بنود الإطار التنفيذي للمسودة على دمج القوات المقاتلة بهدف محاربة الإرهاب وإصلاح قطاع الأمن وتطبيق المبادئ الأساسية في المرحلة الانتقالية وما بعدها. واتخاذ اجراءات لتسهيل العوده الطوعيه للنازحين واللاجئين اما الطرفان الفاعلان في المشهد الدولي واشنطن وموسكو لا يزال التباين بين موقفيهما كبيرا لجهه بقاء النظام فموسكو الحليفه الاستراتيجيه والعسكريه لدمشق تصر على خطه سلام بوجود الاسد الامر الذي ترفضه واشنطن الرئيس الامريكي باراك اوباما وصف استراتيجية روسيا في تقديم الدعم العسكري الى النظام السوري بالخطأ الكبير، لافتا الى ان روسيا لن تستطيع الاستمرار في استراتيجية مصيرها الفشل. وطهران الحليفة الاخرى لدمشق، ترفض اي بحث لانهاء الازمة السورية او مناقشة مستقبل سوريا بدون الاسد. وبالرغم من الحديث عن حل للازمه في ظل التجاذبات والتباين بالمواقف بين الدول الكبرى ما زال المواطن السوري يهرب باتجاه الغرب والبحر بحثا عن الخلاص فيقع فريسه البحر او المناف القاسيه وبات كالمستجير من الرمضاء بالنار وصل مئات الجنود الامريكيين الى قاعده الحبانيه شرق الرمادي بمحافظه الانبار غرب العراق بحسب ما افادت به مصادر امنيه عراقيه واشارت المصادر الى ان وصول القوات الامريكيه الى القاعده رافقه انسحاب كامل لمقاتلي ميليشيات الحشد الشعبي من كل المناطق التي تقع حول مدينه الرمادي وصولا الى مدينه الفلوجه شرقا وتاتي هذه التطورات مع قرب انطلاق عمليه عسكريه تهدف الى استعاده مدينه الرمادي من عصابه داعش الارهابيه التي تمكنت من السيطرة على المدينة قبل ثلاثة أشهر وكانت مصادر أمنية وعشائرية في الأنبار أعلنت في وقت سابق أن وصول الجنود الأمريكيين إلى القاعدة تزامن أيضاً مع تخريج دورات جديدة لمقاتلين متطوعين من أبناء العشائر السنية في المحافظة وعودة إلى الأخبار المحلية كرمت مؤسسة فلسطين الدولية الفائزين بفعاليات جوائز فلسطين الثقافية في دورتها الرابعة للعام الحالي والتي أتت تحت عنوان يوم ثقافي لفلسطين وزيرة الثقافة الدكتورة لانا مامكي قالت إن هذه الفعالية الثقافية تعتبر ليلة فرح أردنية فلسطينية بامتياز حيث أنها تنتصر للإبداع ولإرادة الحياة والجمال في وقت تتصدى فيه القوى الظلامية لما ترفضه كل القيم الإنسانية وأضافت مامكيغ أن إقامة الدورة الرابعة لهذه الجوائز مؤشر على أن مسيرة الإبداع الفلسطيني مستمرة كصناعة جماعية وبدعم من الأهل والأصدقاء ورجال الأعمال الفلسطينيين الذين يؤكدون أن الوطنية موقف وليست شعارات فقط نحن في الوقت الذي فيه نهنئ الاخوة الذين تم تكريمهم، نطالبهم ونناشدهم بأن يستمروا في عطائهم، نحن بحاجة إلى الأصوات التي توحد ولا تفرق. أهمية هذه الجوائز تكمن في أنها تحقق مجموعة من الأهداف الفرعية. الهدف الأساس هو عمل ثقافي من أجل فلسطين الأهداف الفرعية الهدف الأول هو أن نعطي فرصة للجيل العربي الصاعد وفي بعض الجوائز للعالم لكي تطلع على الإبداع الفلسطيني وتشارك فيه الهدف الثاني هو الاحتفاء بهؤلاء المبدعين الذين قدموا بابداعاتهم وبنضالاتهم وبصمودهم ومواقفهم المدافع عن الحق الفلسطيني علينا ان نحتفي بهم وان نذكر الفضل لاهل الفضل